في رواية ورش عن نافع. بقصر البدل أو بالتوسط أم بالطول؟ بقصر البدل. بقصر البدل. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. نعم. فلما يا أخت ورش بقصر البدل عن توسطه بقصر قصر. نعم. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء بس
بسم الله الرحمن الرحيم للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يعلمون وهدى ورحمة لقوم يسمعون وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء والله أنزل من السماء ماء وما أنزلنا عليه
أكون دولة بين الأغنياء منكم دولة. جيد. فإذا جاءت الطامة الكبرى. جيد. السؤال الأخير يا أنت. اذكري خمس صور. اذكري خمس صور سميت بأسماء بعض الحيوانات في القرآن الكريم. اذكري خمس صور سميت ببعض الحيوانات في القرآن الكريم. نعم. جيد. 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 بارك الله فيك.